Alors, البارتي الأولانية نتاع الميكرو بروس دونك حكينا شوية على الميكرو لي بري لي ميكرو لي ميكرو بروسيسور الموجودين سور لو مارشي. حكينا لي في الانتيل عندنا جوسكا مانتنون i9 في الماك ماك او اس دونك وصلوا حتى ال M1 برو و جو بونس M2 aussi. Donc, et en fait, donc ça va très rapidement au niveau de microprocesseur, donc fait traitement de données. Donc, à la fin de mécon, à quoi le processeur, à la fin de mécon, le traitement de données, à quoi il connerait. Donc, on va en fait redina la chose suivante. Donc, redina structure dans le microprocesseur heavy, ok. لوكان دونك نشوفوها ان فيت ان غرو باش نلقاو فيها دونك هذه لا ميموار سنترال اللي قريناها اوبارافون اللي هي جينيرالمون سي لا رام اوكي ودونك هذا مش نقراوه بارتي هي هذا دونك كيس كي سباس ici دونك سي لو بروسيسور كيس كي سباس دونك الصوت مريقل كل شيء مريقل سي بون الناس كلها اي واذا كان فهم فوالا اذا كان ثم حاجه ما فهمتوهاش دونك توقفوني اتو مومون قولوا لي مسيو راني هاك الحكايه عاودها لي ولا ما فهمتهاش دونك فوالا يعطيك الصح دونك هنا عندنا الميكرو بروسيسور دونك ولا لو بروسيسور لي زامي بروسيسور اي قلنا الي توجور اون ريلاسيون افيك لا ميموار ديما قلنا البروسيسور والميموار ما يتفرقوش ديما يسون توجور اون ريلاسيون ودونك جينيرالمون عندنا دو بوس entre le processeur et entre la mémoire. On a le bus qui hésite les données, on a le bus qui hésite les données, ok. Ou bus qui hésite les adresses, ok. À la lèche, à la carte les données, et les adresses, mais les membres chez Traltomabad. Donc, si l'on fait un schéma, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a une hésite mémoire, un théâtre. Il y a une hésite mémoire. Ok, diagramme. Voilà, donc, donc, on a les instructions, à la fiche de mémoire. Ok. On a les adresses. Donc, on a ce qu'on appelle les adresses. On a, mathalan, FE, etc., etc. Ok, d'accord. Donc, on a, en fait, on a les adresses. Donc le bus les données avec bus de données, ok. Donc rire le bus les adresses, donc avec, donc si vous voulez, donc avec bus les adresses. Mais je mettrai le touche ma pardon les adresses est adé au fil bus au hadon puis canal au hadon ou les données est adé au fil canal. واحد اوكي دونك هذه ليدي ان فيت نتاع الميكرو بروس دونك هنا ان فيت عندنا البيس دو دوني هنا عندنا البيس دو دوني هنا عندنا البيس دادريس اللي يهز لي سي فو فولي دونك لي انستركسيون مي عندنا بيس اخرى ان فيت ميز ا بار بيس دو دوني و بيس دانستركسيون عندنا بيس دانستركسيون و بيس دو دوني شنو الفرق ما بيناتهم هنا ولاو 3 بيس هو البيس دو دوني اللي انا ما حطوش البيس دو دوني انا حط البيوت البيس اللي مش الكود اللي مش هز لانستركسيون الكود اللي مش هز لانستركسيون شنو هي الحكايه دونك الميموار هذه مش نقسموها على اثنين الميموار هذه مش نقسموها على اثنين البارتي الاولانيه مكتوب فيها دي بروغرام والبارتي الثانيه مش نحطوا فيها لي دوني نعطيكم اكزامبل Par exemple, là, on dit. Ok. Par exemple, maintenant, je vais faire l'opération simple. Je vais faire maintenant 2 plus 3. 2 plus 3. Où est-ce que je vais faire le programme MTI 2 plus 3. Avec les instructions MTI, les données MTI. Ok. Je vais faire le processeur. Le processeur, je vais traiter. Je vais faire les résultats. مش نحطها لهنا في لي كاز في البارتي دوني اوكي مش نحطها في في ستوكاج هنا جو في لي ستوكي دون لا بارتي دوني على هي الريزولتا 3
كان 2 بلس 1 3 دونك 3 تتحط لهناك دونك هذاك علاش قسم هو الميموار على 2 بارتي بروغرام نكتبوا فيه البروغرام ريالمون محطوط فيه البروغرام وبارتي فيه دوني لا فيه ستوكاج اوكي دونك وهذا يتسمى ستوكاج فينال على خاطر فما ستوكاج مش فينال اللي هو ستوكاج باش نقراوه اسمه اكوميلاتور موجود في وسط البروسيسور الاكوميلاتور هذا يمشي يحط ريزولتا مومونتانيمون حتى لين نخرجوه كوسوسوا على الاكران لهنا ولا كوسوسوا اون فالا ستوكي دون الميموار سنترال ولا بوركوا با حتى الميموار دي ماس معناها كيما نقولوا في الديسك دور اوكي باهي نمشيو بوتيت ا بوتي دونك اللي حاشتنا فيه توا لهنا في الحكايه هذه الكوليكي دونك حاشتنا بالبارتي هذه البروسيسور لهنا كيفاش مشي يتعامل مع الميموار سنترال pour traiter les informations. Donc dans le processeur لهنا عندنا deux parties essentielles. هي unité de commande, on سميها زاد unité de contrôle. وعندنا aussi unité de traitement, on سميها زاد unité arithmétique et logique. UAL. Donc هذه unité de commande ou la unité de contrôle, وهذه unité arithmétique et logique. وبالطبيعة كلهم en relation بالعالم donc avec les entrées sorties donc لنا باش يطلع que ce soit باش ندخل une information وإلا باش نخرج une information في البارتي entrée sortie ou en relation بالطبيعة avec la mémoire centrale خاطر les informations الكل نجيبوهم من mémoire centrale donc لنا نحكيو على الرام essentiellement باهي Alors, l'unité de commande, nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu l'unité de commande fait réellement en fait, fait trois parties essentielles. Nous avons vu la vidéo lourde, hein, donc je me rappelle hein, tout simplement. Alors, fait deux parties essentielles, trois parties essentielles. Fait CO ou la CP, là où le compteur ordinal, ok. Alors, c'est quoi le compteur ordinal? Alors, l'adresse, fait l'adresse, met à la prochaine instruction. Donc, l'adresse, met à la prochaine instruction. Donc, on a maintenant dit instruction à exécuter. Donc, l'adresse de la prochaine instruction, elle est là. Exemple. Alors, là, on a avec. Par exemple, on dit instruction, on dit opération, maintenant opérante, on dit instruction, instruction 2, etc. Okay. Et il y a une adresse, maintenant, 001, on dit 010, on dit 011, ok. Donc, l'unité de commande, عندي حاجة لهنا اسمها لو كونتور اوردينال لو كونتور اوردينال فيه مثلا انا قريت لانفورماسيون هذه سي بون قريت اوكي دونك لانفورماسيون هذه اللي ديجا دون لو بروسيسور قاعدة تتريت دونك اش فيها لهنا هيك باش نحط لها لادريس لادريس نتاع لا بروشين انستركسيون على 0 1 0 ديما الكونتور اوردينال الاوردينال ou le CP, Computer Program, donc je suis l'adresse de la prochaine instruction, dim, l'incrémentation, I plus 1, dim, ok, donc il y a que l'information, il y a le plus 1, il y a que l'adresse, il y a que l'information, il y a le plus 1, il y a que l'adresse, il y a que l'information, il y a U plus 1, etc. When you offer. شكون يقول لي وين يوف ايوا واش وين يوف ال 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 تسمعوا فيا ولا هاو سيو وقتاش يوفى وقتاش يوفى الكونتور اوردينال هذا يوفى باخر انستركسيون الا هي اش في وسطها وقت اللي ما يلقاش انستركسيون
فهمتوني ولا لا؟ مثلا نجيو لهنا هيك، ما عندي حتى انستركسيون، مش يجي مثلا 100، دونك مش يجي لهنا هيك 100، اش مش يلقى لهنا؟ مش يلقى فيد، صحيح ولا؟ دونك هذا التيست داري نتاعو. لا احنا نقولوا له باللغه نتاعنا نول نول، واضح ولا لا؟ دونك يل سارير. علاش باش فيد؟ با اذا كان انت كملت لي انستركسيون الكل كاين، البروغرام الكل كملته، اوكي. دونك كيس كي فا فير، يفا جوستومون هو يفا بوينتي سور لا بروشين انستركسيون، ما يبقى فيها حتى شيء، دونك يحبس غادي كاين. معناتها كي الانستركسيون هذيك تيس داري. فوالا باهي مشيو يا اخي، يوقف فيها الاخرى ولا قبل الاخرى؟ لا 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 لا، يوقف في بعد الاخرى. اي هو نورمال يوقف بعد الاخرى، اما كي يجي للاخرى ما قاهاش اللي بعدها. اخر حاجه يكتبها الاخرى ولا قبلها؟ قصدي انت لا، اخر حاجه اللي يكتبها هي ان بلس 1. إذا كان آخر انفورماسيون هي N، آخر أدريس هي N، هو يبا ساريتي أ N بلس 1، ديما يل ساريت أ N بلس 1. فهمتني ولا فهمتنيش؟ أيها فوالا سي سا. باهي هذا هي الكونترول أوردينار تاعنا منه. هنا الروجيستر لنا، دونك إش فيه الروجيستر لنا؟ وهذا مش نقراو عليه ريالمون، فيه كود أوبيراسيون وفيه أوبيراسيون. دونك هنا اذا كان نجيبو لهنا هكا الريجيستر دانستركسيون تاعنا متقسم على اثنين، فيه كود اوبيراسيون وفيه نسميه لهنا يا انستركسيون والا نسميوه اوبيراسيون. اوكي كيف كيف. مثلا الكود اوبيراسيون مثلا c'est une addition add، ok، ou la soustraction ou la multiplication. هنا مثلا add add par exemple add 150، هذه الانستركسيون il va additionner 150، واضح ولا لا؟ دونك هذا الريجستر الانستركسيون. وين نلقاوه؟ نلقاوه ردوا بالكم في اليونيتي دو كونترول والا لونيتي دو كوموند كما سميناها بكريكي باسمها لهنا نلقاه. اوكي لونيتي دو كونترول ولونيتي دو كوموند. طيب قلنا مثلا اد 150 لهنا، بالطبيعه البروسيسور اسكو ينجم يقرا اون بينير؟ اسكو ينجم يقرا اون ديسيمال ولا اون اكزا ديسيمال ولا اون دونك اون اوكتال ولا حاجه؟ دونك راهو الميكرو بروسيسور ما يقرا كان باش بالبينير، ما يقرا كان بالبينير، معناها راهو اي انفورماسيون تجي لازم تتولي سوب فورما 0 اي 1. دونك هذاك علاش عندنا لو ديكودور لهنا اشاك فوا. دونك نردو اون بينير اي انفورماسيون تولينا اون بينير، وبالطبيعه اون فيت بعد تتعدى للتاب سويفون. L'étape suivante, je n'ai pas l'étape suivante. Alors, le séquenceur, il y a un autre séquenceur. Il y a S, C, il y a un S. Séquenceur, il y a un C, il y a un S. Séquenceur. C'est quoi le séquenceur, il y a un S? Donc, on a un choix, le séquenceur, il y a un S. Quand il organise l'exécution des instructions selon le rythme de l'horloge, il génère les signaux nécessaires pour exécuter une instruction. اول حاجه هو يجو لو رول دو لورلوج، انا عنده كادونس كيما نقولوا انا نعمل تريتمون تاع اون تاش بار ميلي سكوند، اون تاش بار ميلي سكوند، اون تاش بار ميلي سكوند، دونك تاك 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 اون تاش بار ميلي سكوند. هذا هو لو ريتم دو لورلوج نتاعو. وعلى قد ما يكون لو ريتم دو لورلوج اكسيليري، على قد ما الريتم تاع ليكزيكيسيون دي انستركسيون يكون كيف نو يكون اسرع اسرع. دونك هذاك علاش قوه البروسيسور ديبون من الريتم دو لورلوج نتاعو.
وهكا علاش عندنا دي بروسيسور دو 2 جيجا هرتز دو 4 جيجا هرتز اكسيتيرا. دونك اون فيت على قد ما يكون اكثر على قد ما يكون الريتم تاع لورلوج اكثر على قد ما تكون ليكزيكيوسيون تاع لانفورماسيون دو لا دو لانستركسيون بطبيعه اكثر بلو رابيد. اوكي هذا سي سيكونسور هذا بالطبيعه ويعمل اوسي لا سينكرونيزاسيون. نقول مثلا يعرف انا هي الانستركسيون اللي تاع الاولى وانا هي الثانيه وانا هي الثالثه باش ما تدخلش بعضها. دونك يعمل اون فيت اوركستراسيون فهمت. دونك يعدي لنا اون فيت دونك شنو هي التاش اللي تجي قبل اختها. طيب وفينا مع لونيتي دو كونترول. هذا لونيتي دو كونترول اسونسيلمون في le compteur ordinal, elle a fait l'adresse de la prochaine instruction, fait le registre d'instruction, elle a fait généralement un champ, le code d'opération, multiplication, soustraction, addition, elle a fait l'instruction, elle a fait l'instruction, opérante, a fait plus, mais on a une instruction par exemple au bout de la décodeur ou séquenceur à nos manières j'ai eu l'unité de traitement. Alors l'unité de traitement c'est le version unité arithmétique et logique à l'arène à Bécry à l'arène هذه اوكي تو هذه كملنا منها سي بون تو جينا لهذه اوكي. دونك بالطبيعه هو تو لانستركسيون اللي جاتو مثلا جاتو اون اديسيون نتاع اون فالور اوكي. هو ما يعملش لاديسيون هذا. شكون اللي يعمل لاديسيون؟ البارتي هذه تعمل لاديسيون اللي هي لونيتي دو تريتمون اوكي. دونك هي البارتي هذه اللي ريالمون مش تعمل لنا l'addition, la soustraction ou l'opération ou généralement on t'amène soit des traitements arithmétiques ou elle est des traitements logiques. Donc quand on a le crit ou le xor ou le or ou le a ou le crit ou le a ou le et ben justement donc mis à part il y a tout ce qui est les opérations arithmétiques il y a des opérations logiques elle écrit mais taber le de vérité mais le xor mais le e mais le ou mais etc quelle est la comment il coule les fonctions logiques. Ok donc ايش فيه هو تو هات نشوفوا ايش فيه. فيها ريجستر يسمى اكيمولاتور. اكيمولاتور وهذا vous avez intérêt à l'apprendre par cœur parce qu'on t'arfou par cœur. اش معناها الاكيمولاتور؟ هذا عباره على ريجستر عباره على بلاصه نخزنوا فيها ريجستر. ايش فيه الريجستر هذا؟ فيه سوا لا بروميير انستركسيون il sert à stocker l'opérante. L'opérante est donnée. Hein? Il sert à stocker l'opérante. Au début de l'opération, on a donné l'olénie. On a donné l'olénie. Aouel matabda. On a aouel opération. On a aouel donnée. On a aouel l'accumulateur. On a aouel résultat final. L'accumulateur a deux fonctions. Il stocke l'information au début ou elle stocke le résultat de l'information, le résultat de l'opération par exemple. مثلاً أنا مش نعمل مثلاً 3 plus 4 égale à 7. وش نحطها 7؟ نحطها في الاكيمولاتور momentanément. Donc ou elle مثلاً شنو خو valeur يعني من الميموار سنترال par exemple. الفالور هذه اسمها 7. اول ما نحطها في الاكيمولاتور نحط يا يعني نستوكي من الاول ولا نعطي الريزلتا في الاخر. هذه هي الاكيمولاتور واضح ولا؟
ياك الاجي او ديبي دون اوبيراسيون ولا في الريزولتا فينال. مش نخدمو بها فوزالي فوار. طيب عندنا زاد في لونيتي دو تريتمون دونك هذا الاكيميلاتور قلنا سواء لا بروميير انستركسيون سواء الريزولتا فينال. هذا الاد والاو والاي وكل حكايه هذيك اللي قلنا لها. وهنا اون فيت فما دي ريجستر اخرين باش نشوفوهم ببعضنا. اكزومبل الا هما يتسميو دي ريجستر ديتا, سميهم دي ريجستر ديتا ولا نسميهم دي فلاغ ولا دي درابو. سميو دي فلاغ دي درابو والا جينيرالمون تو سامبلومون ريجستر ديتا. الو اكوا سير ce register, ce sont des cases, hein. Cases, كل case, 10 bits, un seul bit, ok. Alors, le case est dit, donc elle sert essentiellement à faire la chose suivante, nous indique l'état du déroulement de l'opération. Il est composé d'un ensemble de bits, ces bits s'appellent des indicateurs, ok, les indicateurs sont mis à jour après la fin de l'exécution d'une opération dans l'unité arithmétique et logique. طيب. Imaginons que vous avez une opération à faire. مثلاً, l'opération est dit, je vais la faire retenue. Donc, انتي, par exemple, qui t'a fait 15, مثلاً, 15 مع 16. Qui t'a fait 15 مع 16, quelque chose. Qui t'a fait 6 مع 5, je t'a fait, généralement. كي نعمل 15 مع 16 باش نحسبه 6 مع 5 قداش جينا 11. دونك تكتب 11 ولا تحطوا 1 وتطلعوا بواحد؟ دونك تحطوا 1 وتطلعوا بواحد ولا وكل واحد اللي طلعنا ايش نسميوه هذاك روتوني. اي با جوستمون وقت اللي يبدا فما اوبيراسيون فيها روتوني عندك ريجستر في لونيتي دو تريتمون ش يعمل هذا البيت يكون زيرو ما حش يكون زيرو ش يردو يردو صحيح ما حش يكون زيرو يردو واضح ولا دونك هذا بيت سبيسيال بور لا روتونو اذا كان عندك اوبيراسيون فيها روتونو دونك يردو ا. طيب توا ثاني حاجه كي نعمل انا تو 15 الا 16 النتيجه قداش مانزا ناخذ واحد و... الا واحد ناخذ واحد اعطيني انت لا لي لا لي بالنورمال بالنورمال 15 موان 16 ايجالا كومبيان مانزا الا واحد مانزا يعطيك الصحه. دونك هو ما يعرفش باسكو يخدم بالبينير هنا ما يعرفش وقتاش تكون الريزولتا بوزيتيف وقتاش تكون الريزولتا نيجاتيف. دونك عنده هو عنده ريجستر اسمه سينيو. دونك اذا كانوا نيجاتيف شو يحطوا البيت واذا كان الريزولتا بوزيتيف شو يحطها زيرو. يعطيك الصحه ريت لهنا اون فيت اون ريغل لي بروبليم تاع الكونفرسيون بينير. وي دونك لهنا اون ريغل الخطر المشكل في البينير ما نعرفوش وقتاش يكون نيجاتيف وقتاش يكون بوزيتيف. ولذلك عندنا دي ريجستر لهنا ريجستر هذا اسمه روتوني هذا تحطو ا وقت اللي تبدا ريزولتا نيجاتيف باش نعرفوا اللي هي ريزولتا نيجاتيف وتحطو زيرو وقت اللي يبدا ريزولتا بوزيتيف. باهي ثم حاجه اخرى زاد اسكو نابيل لو ديبوردمون. توا انت تخدم على 3 بيت نقولوا ا نقولوا 3 بيت ا كي تعمل ا بلس ا قداش تطلع النتيجه تطلع 4 بيت صحيح ولا لا قاعدين تفهم فيا ولا ايش بدي لهنا اون فيت ايماجين انت تخدم على 3 بيت فوالا نخدمو على 3 بيت 1 1 1 بلس 1 1 1. النتيجة اش باش تطلع تو ما باش تطلع 0
كيكول. دونك لهنا 1 و 1 0 وتطلع ب 1 ولهنا 1 وبعد حطوا 1 وبعد زيدوا 1 وبعد اخر وبعد عندك 1 اخر. دونك انت بديت قداش من بيت؟ 3 بيت. 3 بيت كملنا بقداش؟ 4 بيت. 4 بيت دونك فوالا يعطيك الصحه. دونك هنا اون فيت اون ابيل سا ان ديبوردمون. اش معنى ان ديبوردمون؟ معناها انت بديت تخدم ب 3 بيت ولا tu as défini que tu travailles en 3 بيت وصار لك سكون ابيل ان ديبوردمون. كيف يصير ان ديبوردمون؟ دونك البيت نتاع الكاز هذه نتاع ديبوردمون باه نحشت لا تكون زيرو واش تولي فيها؟ معناها وقت اللي فما ديبوردمون يقول لك راهو فما ديبوردمون هذاك علاش البيت هذاك يردوا باش يردوا بالنا. اخر حاجه ماهيش الاخرانيه هو الريزولتا كي تطلع نول. كيف كيف كي الريزولتا تطلع نول؟ على خاطر كي تطلع نول معناها تطلع زيرو ولا لا؟ وكي تطلع زيرو ما نعرفوش عليه اسكو زيرو تابع الحاجة بينير والا زيرو يقصد به زيرو معناها الريزلتا طلعت زيرو. فهمت شنو المشكل ما بين معناها في البينير ولا لا؟ اي دونك سي بور سا اون فيت لازم هو روجيستر اسمه روجيستر بور لي ريزلتا نول. دونك سو بيت هو زيرو اصله زيرو اوكي كي تصير اوبيراسيون مثلا دونك والريزولتا نتاعها يكون نو دونك لهنا يولي الريزولتا البيت هذا يولي يتحط ا فوالا. دونك كيلك روجيستر بارمي بوكو دو روجيستر اللي ينجموا يصلحوا لنا هي مثلا كونجي اون روتوني كونجي لا سيني دونك كونجي دو ديبوردمون وقت اللي يبدا ريزولتا نول. هذا من الكل سو سون دي كاز موجودين في لونيتي دو تريتمون اوكي هنا هيك يتحطوا سوا زيرو سوا ان سلون انت وليتا اللي انت فيه. فوالا اوكي دونك هنا فو بوفي بون هنا فما دي زيكزامبل افوار دونك شيما ديتايي دون ماشين. Bon, je ne vais pas rentrer là pour faire vite. Donc, on a le cycle. On a quitté à l'heure, on a fait la vidéo. Le cycle de la recherche de l'instruction. Voilà. Donc, on a par exemple, voilà. Donc, on a les adresses. On a les instructions. On a les données. L'autre a les données. دونك هنا عندي لي دوني دونك مقسم على اثنين. هنا عندي لي دوني وهنا عندي البروغرام. هنا البروغرام وهنا لي دوني. كي نقول انستركسيون معناها هنا البروغرام نتاعي وهنا لي دوني. ودونك تشوفوا لهنا اول حاجه تجي الادريس هذه تدخل في الكونتور اوردينار ولا كمبيوتر بروغرام تسمى كونتور اوردينار. فوالا دونك اش باش يعمل تو فيوز تو انستركسيون نيميرو 1 نحطو الانستركسيون نيميرو 1 نصير له ديكوداج. بعد ما يصير له ديكوداج يتعدى لوطا لونيتي اريتميتيك لوجيك باش يخدم الخدمه نتاعو. فوالا يتعدى لهنا لونيتي اريتميتيك لوجيك لهنا مثلا باش يعمل كيما نقولو اوبيراسيون ما بين الانستركسيون نيميرو 1 والانستركسيون نيميرو 2 باغ اكزومبل. اوكي دونك لهنا اون فيت باش يعمل كالكول باغ اكزومبل. الريزولتا وين يحط الريزولتا لهنا بعد ما يعمل كالكول وين يحط الريزولتا؟ ايوه حط في الاكيميلاتور. صحيح فوالا انت قاعده تتبع دونك يحطها في الاكيميلاتور سي بيان. فوالا باهي دونك généralement voilà j'ai passé vite fait à l'arcade idée ma habitude je n'ai pas fait برشا باش نقريكم اليوم en fait ce qu'on appelle le mode d'adressage. OK donc là هنا وهذه سي تريز انتريسون في الكور نتاعنا وهي لا ريالمون باش نخدموا بها بعد لا بارتي اسامبلور. OK donc نعمل le mode d'adressage والجمعه الجايه ان شاء الله بالك
nous trouve la partie assembleur. Alors, les adressages simples, ok, donc là, en fait, c'est pas difficile. Alors, le champ opérante contient les données. Mais le mode d'adressage définit la méthode dont le micro poste va accéder à l'opérante. Donc, elle est en fait, selon le mode d'adressage, je trouve qu'il fait le microprocesseur, l'opération opérante. En gros, hein. Ou donc les modes d'adressage, on a barcha, on a immédiat, direct, indirect, relatif, indexé, on a acteur menek, mais on a mouche pchna krawa ou mkol, ok, ou je n'chouf uniquement ces adressages là. نجيو مثلا في الادريساج ايميديا دي هنا هيك اوكي سير برشا اوكي دونك هنا قال لك اد 150 اد 150 سيت كوموند فا افوار ليفي دونك 150 واش تتحط لاكوميلاتور نشوف واش في وسط لاكوميلاتور ونزيدو 150 يقول لك سي لو ريجستر اكيمولاتور كونتيان لا فالور دو 100 فيه 200 200 واش باش نزيدها 150 دونك شوف شتو لي ريزولتا 350 هذا ادريساج ايميديا ساهل ما في حتى شيء اوكي دونك هاو ساهل ما في حتى شيء دونك هنا ان فيت كان هيك دونك Si vous voulez, add 150. Alors, il fait l'adressage immédiat. Ok. Donc, je peux chercher l'accumulateur. Reçoit l'accumulateur plus 150. Ou, il dit que l'accumulateur fait maintenant 20. Donc, l'accumulateur, 20 مع 50. معناها الاكيميلاتور قداش يولي فيه 150 عندي لا انا تو اكزامبل الاخر تو يولي فيه 70 يولي فيه 70 جوست اكزامبل الاخر عطيتو واضحه العمليه واضحه ما فيها حد شيء سهله مه. طيب يا اخي مشيو مش ديما 150 ولا ساعات نبدلوها 150 لا 150 سي لا فالور اجوتي تو سامبلومون Non, 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 non. Ah. Add 150, add 200, add 250. Donc, là, en fait, c'est pour ça, en fait. Ça m'a hâché dans le code d'instruction, comme je peux cliquer. Et dans le mode d'adressage, code d'instruction, c'est quoi? Voilà. Donc, on dit là, add, on a l'opérant, 150. Ok? وهنا بار اكزومبل باش نجيو في الكا هذه بار اكزومبل اذا كان الماشين نتاعي ولا البروسيسور نتاعي يخدم افيك 4 شون كيما هيك اوكي الكود اوبيروند لهنا باش نحطو له اد لوبيروند الاولاني اش باش نحطو له بار اكزومبل وهذه اش باش نحطو له B. B. Ou le résultat, oui, je peux te mettre C. Fais C, par exemple. Fais C. Fais le résultat. Donc, là, généralement, bon, là, en fait, généralement, on a un chèque. Mais on a un A plus B, ou le résultat, tu mets fais C, par exemple. Ok. Ou on a B plus C, ou le résultat, tu mets fais C. Ok. Donc, là, en fait, généralement, là, fais le cas, là. C reçoit A plus B. A plus B. Ok. A ou B, le résultat est fait C. Ou elle est mieux que ça. Qui a deux adresses. Il y a A et A. Il y a AD. Ok. Ou il y a deux opérants. Il y a A ou il y a B. Mais le résultat est fait C. تمشي للبي فوالا دونك في الكا فوالا في الكا هذه تمشي في البي دونك هنا ا بلس بي والريزولتا تمشي للبي ولا تنجم تكون العكس نجم يكون نعمل ا بلس بي والريزولتا وين تمشي للا تمشي للا يا اه وي 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 تنجم تمشي للا نجم يعني كنقول لك
مثلا A reçoit A plus B. Ok. عادي جدا. A reçoit A plus B. كما الاكيمولاتور نقول. فهمت. B. هذا A de registre. كما هيك. وجيو لهناك. تو كي تبدا في الكام تاعنا هذه فعندي اوبيروند برك. واش نحط؟ نقول اد 150 اد 150 مي وين نحطها 150 لهنا في الكا هذه اوبليغاتوار اش باش يعمل هنا في الاكيميلاتور خاطر هو تو لوبيروند هذيك اش قلنا احنا لوبيروند هذيك وين تتحط هي اذا كان يوحدها مسيبه مش تحط في الاكيميلاتور اذا كان مثلا مش نعمل لها اد 150 باش كنتش نجمعها يعني مع الاكيميلاتور صحيت مش نجمعها بالضبط باش نجمعها بالفالور اللي موجوده في الاكيميلاتور كيما ليكزامبل اللي عطيناه لكم توا في الادريساج ايميديا وهذا حق باهي دونك نرجعو ليميديا دايريناه سهل في حتى شيء اوكي دونك حتى شيء مريقل ميتين مع 150 350 مريقل باهي الادريساج ديريكت تاو ديريكت باهي هادي ديريكت ار اون فيت شو يقولك يقولك لاكيميلاتور رسوا لاكيميلاتور بلوس اللي في وسط الادريس الا مش يعطيهولك لهنا ماهيش فالور مش يعطيك اون ادريس اكيمولاتور بلس لاكيمولاتور بلس اللي في وسط الادريس باهي هاد نعطيو الكام تاعنا كي يقول مثلا اد 150 هذه سي اون فالور ولا سي اون ادريس ادريس وفي وسط الادريس هذيش عندي اش عندي في وسط عندي فالور شنو هي الفالور 30 باش كون نستجمعها 30 لا 150 سي بون خرجنا من باش كون نستجمعها اد 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 150 معناها اد اللي في وسط 150 صحيت قداش تطلع الاكيميلاتور قداش في وسطه 20 دونك الريزولتا فينال قداش تطلع 50 ولا لا؟ فوالا دونك هاد نرجع هاد نفسروها بالباي الو ادريساج ديريكت الو مش تعمل لاكيميلاتور رسوا لاكيميلاتور بلس 150 راني عملتها اونتر كروشي باش نقول راهي ادريس اوكي دونك ونعرف اللي لاكيميلاتور فيه 20 سي بون دونك لاكيميلاتور رسوا 20 بلس في 150 اش فما عندنا فالور 30 صحيت في 150 عندي لا فالور 30 اوكي دونك لهنا اون فيت 30 Donc l'accumulateur reçoit 50. Donc qui n'a pas le crochet, je m'en ai. M'en ai l'adresse. Sahid. M'en ai l'adresse. Régle. Oui. Voilà. Voilà. Taï. Et un jour, le lambada, tu vois. Indirect. باهي لانديريكت راهو ساهله ماهله اوكي باش نخليكم وحدكم باش نعطيكم اون فيت ليدي سي لا سيباري الو ادريساج انديريكت هي لاكيميلاتور لوسوا لاكيميلاتور بلس ادريس في وسط ادريس اوكي
فالكام تاعنا قداه 150 ديما 150 الكام تاعنا الكام تاعنا ديما 150 فوالا معناها احنا اون فيت في 150 سي اون ادريس بعد اش نلقاو في وسطها ادريس وبعد اش نلقاو في وسطها فالو هذا اش معناه ادريساج انديريكت واضح ولا لا طيب هات نبداو نحلو في الكروشي بالوحده بالوحده اللي في وسط 150 شنيه بالضبط هات نحلوها اوكي فا 200 يعطيك الصحة دونك هنا سيت اون ادريس فيها 200 ايه دونك معناها لهنا 200 سي توجور اون ادريس ولا لا؟ وي فوالا دونك لاكيمولاتور رسوا لاكيمولاتور بلوس الا في وسط 200 توا شنيا بالضبط؟ ادريس لا الا في وسط دونك هنا في وسط 150 لقينا ادريس في وسط 200 صحيح 200 في وسط 150 اه وي 150 لقينا ادريس وفي وسط 200 اش فما فما فالور اللي هي 40 فوالا يعطيك الصحة دونك هنا اون فيت فما فالور اللي هي تحت 200 فما فالور اللي هي 40 والاكيميلاتور قداش عطانا فيها اوا 20 دونك لاكيمولاتور ايغال ا 20 بلس 40 ات ايغال ا 60 سي بون هيك مريقلين مريك واضح اول مره تعملوا ديكور اون لين ولا عملتوا قبل ديكور اون لين اه سافا بي الاكسبيريونس اي بي اي بي اوكي يلي نمشي ولا لادريساج ريلاتيف ولا لادريساج اندكسي اوكي بيت نبدا بالادريس داج اندكسي باش نبدا باش نبدا بالاندكسي قبل الرولاتيف الاندكسي باهي ثبت معايا اون فيت توا اون فيت الادريس داج اندكسي ما يبعدش برشا على اللي خدمنا به الكريكاي شو يقول الادريس داج اندكسي ثم ريجيستر موجود في وسط اليونيتي دو تريتمون دونك الريجستر هذايا شقول يقول فيه ادريس الريجستر هذايا الريجستر اسمه ريجستر داندكس هذاك علاش سميناه ادريساج اندكسي دونك الريجستر داندكس هذايا فيه فالور الفالور هذيك ردوا بالك رد الفالور هذيك سيت اون ادريس اي نون با اون فالور سيت اون ادريس اوكي طيب الادريس هذي نجمعوها مع اون اوتر ادريس دونك الادريس اللي في وسط الريجستر هذه نجمعها مع اون اوتر ادريس كي نجمعهم مع بعضهم لهنا تعطيني ادريس دونك من بعد نجم نقرا اللي في وسط الادريس هذيك دونك سي جو في ان اكزامبل كونكري اوكي في الكام تاعي لو كان نعمل اد في الادريساج اندكسي يا في الادريساج اندكسي نعمل اد 150 نجي نعمل هيك في الادريساج اندكسي باهي ونقول لكم اد 150 شجي تعمل انت فما ريجيستر اسمه ريجيستر داندكس في وسط فالور هي 50 اوكي اش مش تعمل انت مش تقول لاكوميلاتور رسوا لاكوميلاتور بلس 150
بلوس اللي في وسط هذا شنو هو 50 كيك ولا لا باهي دونك لاكوميلاتور رسوا لاكوميلاتور بلوس اون ادريس كي كوا 200 و 200 هذه اش في وسطها 200 هذه 30 ادريس صحيح دونك اكيميلاتور رسوا الاكيميلاتور الو اش فيه بار ديفو ما قالناش فيه بار ديفو مي نحطو فيه 20 شمنا فيه نحطو فيه 20 نحط الاكيميلاتور نتاعي فيه فيه 60 طيب شمنا فيه اوكي دونك 60 بلس الا في وسط 200 شقينا فيه في وسط 200 30 دونك الاكيميلاتور نتاعي قداش يساوي 80 هذا يسمى ادريساج اندكسي علاش سمينا ادريساج اندكسي على خاطر مشينا الريجستر اسمه ريجستر داندكس خذينا الفالور هذيك زدناها للفالور هذيه اعطتنا ادريس والادريس قرينا في وسط الادريس دونك نلقاو فالور نجمعها مع الاكيميلاتور ونقراو الفالور فينال اوكي بي اتونسيون راني هنا نعطي فيكم في دي فالور ديسيمال نجمنا نعطيكم ديزا دي فالور اكزا ديسيمال فهمت انا هنا نجم نخدم معاك مع الاكزا ديسيمال انا باش نسهل اعطيتك دي فالور ديسيمال تو سامبلومون اوكي علي نرجع الرولاتيف تو علي حسب رايكم شو مش يعمل هو تو في الرولاتيف شو مش يعمل في الادريساج الرولاتيف شو مش يعمل حسب رايكم باش يزيد الفالور 150 فوالا دونك شو باش تعطيني 100 هذه دونك عنده ريجستر اسمه ريجستر دو باز كيما بكري بالضبط عندنا ريجستر داندكس في الريلاتيف عنده حاجه اسمها ريجستر دو باز فيها فالور نزيدها مع الفالور مثلا اد 150 بار اكزومبل اوكي نزيدها مع الفالور هذه اش تعطيني تعطيني اون ادريس واضح ولا لا لهنا ان فيت لقينا في وسط الكاز نتاع نتاع 250 ما لقيناش فالور لقينا كود اوبيراسيون اوبيرون معناها لقينا كود اوبيراسيون عادي جدا عادي جدا دونك ينجم هو اون فيت لادريس هذه ما تلقاش فيها انت اون فالور ما تلقى فيها اد الا هي لوبيراسيون اللي مش تعملها على خاطر احنا قلنا لهنا هذا سامحوني الميموار نتاعي الانستركسيون مثلا تلقى 5 اد 6 اكسيتيرا انت بارازار 250 جاتك لهنا دونك الانستركسيون لا في وسطها شنية وسطها الاد اد فهمتوني ولا فهمتونيش دونك هو ان فيت كي عمل في الريجستر ريلاتيف الادريساج ريلاتيف عمل الريجستر دو باز 100 زاد البرانشمون هذه 150 طاحت له في ادريس فيها اد تو سامبلومون فهمتوني ولا معناها ريالمون هنا ما عملناش كالكول جوست عطاني اللي في وسط الكاز راهي سي اون اوبيراسيون c'est une instruction elle est hier مش نعملو فيها add tout simplement هذاك علاش بديت لكم بالادريساج اندكسي بعد رجعت لكم للادريساج ريلاتيف فهمتوني ولا باش نقول لكم مش ديما لازمنا نعملو كالكول مثلا فهمت لا الكاز هذه الادريس هذيك فيها instruction تنجم تكون فوالا سوستراكسيون multiplication addition etc allez On va tester vos connaissances. Vous voulez ou pas?
Alors, si je teste vos connaissances, allez. Super. Allez, toi, un ami, je vais te parler. وحدكم باش تقولوا لي اوكي باهي هذه هي الشيما اللي باش يعطيوها لنا بار دي بار هذه البارتي ميموار سنترال وهذه البارتي نتاع البروسيسور نتاعي دونك عندي كونترول اورديينال عندي ريجستر دو باز ريجستر دانديكس هذوما في البارتي يونيتي دو كونترول وعندي لاكوميلاتور كيف كيف زاد دونك في البارتي UAL طيب مش هسألك أسأل donc il est à noter que les valeurs numériques sont exprimées en hexadécimal donc les valeurs numériques خالك راهم en hexadécimal ماهمش en décimal هذوك ok و d'ailleurs لهنا حتى لهنا في les adresses عطاهم لك بالhexadécimal طيب Voilà, how the question. En utilisant l'adressage immédiat, ok, il y a bien le add 500. Fait l'adressage immédiat, il y a bien le add 500, ok. Tout ma mère m'a toujours les réponses, juste aux roues les lèvres ou couloulis qui a le add 500, chenille la valeur. Elle a mis à l'al. Add 500. Sahid, il y a des saha. 500, ou fait l'accumulateur 30. 530, c'est très bien. Voilà, 530, c'est très bien. Tout simplement. Et l'imbad. Fait direct, tau. M'chamel add FF. Add FF. في الديريكت ادريساج ديريكت اد اف اف قولوا لي شنو يعطيه اد اف اف شنو الفالور الجديده انا مش يعطيها لنا باش ناخذ 50 صحيت 50 بلس 30 الور قداش الريزولتا 80 باش نشوفوا بعض صحيح ولا غلط باهي قال لكم نفسها اد اف اف في الانديريكت نفسها هاي هاو الشيء نتاعنا نفسها في الانديريكت هاي شكون يعطيني فلان ديريكت ثبت معايا مليح الاف اف عطاتني 50 ولا اد اف اف عطاتني 50 ولا معايا بيه ال 50 اسكو سي اون فالور ولا سي اون ادريس في الانديريكت سي اون ادريس الور هات نلوجو عليها وين موجوده 50 اواه اش في وسطها 170 نزيدوها مع الاكيمولاتور قداش تولي الفالور 900 فهمتها ولا واضحه ولا فوالا واضح 200 دونك على خاطر هذه ادريس في وسط ادريس نعاودو لهنا اف اف في وسط 50 اللي هي بيدها ادريس دونك وفي وسط الادريس هذيك فما فالور اللي هي 170 170 مع 30 200 في الاندكسي يالي في الاندكسي وحدكم هاي Adressage indexé.
طال اف اف كالعادة لا لا عمل اد ان اد ان اد ان فوالا اد ان اد ان راهي الان سيت اون ادريس ردوا بالكم وال 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 والريجستر اللي مش نقراو في وسطو راهو سيت اون ادريس دونك في الادريساج اندكسي دونك انا ريجستر باش نقراو احنا تو اندكس في الريجستر داندكس اللي هي اف او هاهي اف او هذه اف او قالك اد ان معناها اف او بلس ان أوز 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 لا هاو هاو بالتصوير اش تطلع هيك ساكن بالتصوير اش تطلع هيك كي قال لك اد ان هنا في الادريساج اندكسي اش معنى الكلام هذايا معناها لاكيمولاتور رسوا لاكيمولاتور بلس اش قال لك هو الريجستر داندكس اش في وسطو هو اف او هو اف او فوالا اف او بلس ان فوالا معناها مش تلقاها لهنا سيت اون ادريس مدرسة تاع اف اف معناها صحيح دونك معناها بلس 1 معناها الادريس نتاع اف اف دونك الادريس لهنا هي اف اف دونك لاكيمولاتور رسوا لاكيمولاتور في وسط اف اف اش فما فما 50 ولاكيمولاتور اش في وسطو 30 فوالا فوالا دونك 30 plus 50 égale à 80. Ok. Alors, l'ena, maujoud à 80 ou la? Maujoud. Allez, chouffou. Résultat de la séance à la galta, chérie, comme Thomas. Vous avez bien répondu à toutes les questions. Très bien. Voilà. B. Fama, donc, des activités, Lena. Ok, Lena. Lena, donc, amélioration. Donc, Lena, Fama, Haja, Ochra, Sama, activité. Fama, des exercices, Lena, Hab, Koum, Tamlo. Ok. Ou, Bish, le Maraje, Jouni, Hadri, Fahmi, à l'adressage. Koul, à l'adressage, Rawa. Koul, des exercices à l'adressage. و اون فيت نحبكم اون فيت تعملوهم لي سيكسيسيس سي اوبليغاتوار باش تعملوهم باش لا بروشين فوا اوكي نبداو ان شاء الله نقراو في لاسامبلور دونك نحكيو بعد ندخلو طول على لاسامبلور بروغراماسيون اسامبلور سا سرا لا ديرنيير بارتي في الكور نتاع كيفاه وين نلقاوهم لاسامبلور هاو في الكور هنا في السيت السيت هذا تعرفو ولا ان بوان غراس سي باتي تول كوم سيت نتاعي اي تدخل هنا اه نعم تدخل هنا اركيتكتور دي زورديناتور كور دي اركيتكتور اون ليني تدخل هنا تمشي البارتي بروسيسور انا جنون بلان دو كور تمشي البارتي بروسيسور دونك في البارتي بروسيسور تمشي لوطا قبل الاسامبلور اكتيفيتي ان كور جو بونس قبل الاسامبلور قبل الاسامبلور وين هو وين هو تمشي في الموديول تمشي البروسيسور فوالا بروسيسور موديول تبدا هابط لوطا 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 لخرينا الكول فوالا فما حاجه اسمها اكتيفيتي 1 وفي الاكتيفيتي 1 عندك لي زيكزرسيس هذوما حاولوا تعملوهم الناس الكل كي واضح فوالا دونك جوري فيني بور لا بارتي ميكرو بروسيسور هذه دونك باش نهبط على يوتيوب ديسي تلقاها ساعة ولا اثنين قدرت ربي تلقاها على يوتيوب تنجمو تعاودو تتفرجوا عليها اوكي
Ou donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, en présentiel, on attaquera la partie programmation assemble. Voilà pour la vidéo. Donc, Inch'Allah, قولوا صحابكم باش يتفرجوا على الفيديو على خاطر ما عادش باش نرجع لتاليا. OK؟ Voilà, donc merci beaucoup. J'espère que l'expérience a été comme t'as le cours en ligne. Voilà. Merci. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Merci. Oh.